هذه هي الطريقة المؤسفة التي تفكر بها الإدارة الحالية. هذا لا يرسل رسالة قوة وليس في مصلحة الحلفاء الإقليميين للولايات المتحدة. طيب، لماذا تعتبر انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية بعد العودة للاتفاقية النووية هي مؤسفة؟ يعني ألا تعتقد لو وضعت شروط على قضية الفصائل التي تمدها إيران بين فترة وأخرى بالدعم وغيرها، شروط حقيقية واضحة توافق عليها أوروبا وتأخذ الموافقة الغير مباشرة من إسرائيل، قد تكون نافعة بشكل أو بآخر؟ أعتقد بأن أي شيء ستوافق عليه إيران سيحدث أي فرق، لأنهم يكذبون، ونحن لدينا تجربة في ذلك. نفس الشيء حصل في العام 2015، وعدوا الكثير من الوعود ولكنها كانت وعودا كاذبة. أيضا كان هناك وزير تحت إدارة أوباما كان يكذب على الناس وعلى العالم كله حول محتوى الاتفاقية. فدعنا ننظر على سبيل المثال إلى صور الأقمار الصناعية التي حللها الإنتل لاب حول ما هو في الداخل الإيراني. هذا مثال يوضح كل شيء خاطئ في الاتفاقية النووية. هناك موقع للأسلحة، أو أي موقع تم تصميمه ليكون موقعا عسكريا داخل إيران، ولأنه موقع عسكري صرحت به إيران، لم يصرحوا به على أنه موقع نووي، على الرغم من أنهم نفذوا اختبارات نووية فيه، وهناك أربعة مواقع أخرى. هذا شيء لم يكن أحد يعرف به إلا أن اكتشف الموساد هذا الأرشيف في العام 2018. إسرائيل هي التي أعلنت عن ذلك في العام 2018. استغرقت الوكالة النووية للطاقة النووية حتى يناير من العام 2020، أي هذا بعد سنتين، أن تطلب إيران الدخول إلى هذا الموقع، واستغرقهم حتى سبتمبر من العام 2020 ليستطيعوا أن يدخلوا وينفذوا بعض التحاليل. وهذه التحاليل والدراسات قد أثبتت بأن هناك اختبارات نووية تجري هناك. كل هذه الاتفاقية أقنعتنا بها إدارة أوباما، وكأننا نحن نعرف بالكامل كل الأنشطة النووية داخل إيران وفقا لهذه الاتفاقية، ولكن ذلك لم يكن حقيقيا أبدا. اليوم لدينا الكثير من الأدلة، أكثر من أي وقت مضى، والتي تثبت بأن إيران كانت تغش وكانت تكذب. هم لم يسمحوا للوكالة النووية للطاقة أن تدخل إلى المواقع كلها، واستطاعوا أن يخفوا أكثر مما أعلنوا، وعرفوا بأنهم فقط يجب أن يسوفوا ويضيعوا الوقت.